لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية إيدير بولونيس. توفي الليلة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية إيدير بولونيس عن عمر يناهز 78 عاما، وكان الفقيد الذي ولد في 30 سبتمبر 1944 بالجزائر العاصمة، قد أحيل على التقاعد في شهر يناير 2001 بعد مشوار مهني طويل بوكالة الأنباء الجزائرية. وعمل الفقيد الذي التحق بالوكالة بداية سنوات الثمانينيات بالمقر المركزي وكذا بعدد من المكاتب الولائية كالبليدة وبسكرة وغليزان وسيوار السرى بمقبرة العفرون، حيث مقر إقامته اليوم عقب صلاة الظهر وفقا لذات المصدر. ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة ويرحمنا جميعا إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.